جاء الموعد، فخرج العراقيون قبله. أي تعطش للحرية وأي غضب مكبوت تفجر بوجه حكام العراق الجدد، وهم يرون من راهنوا على إسكاتهم بالرصاص أو الوعود يملؤون الشوارع منذ ساعات الليل الأولى. بعزيمة غاضبة خرج المتظاهرون ليلة الجمعة إلى شوارع بغداد والمحافظات مستبقين يوم 25 تشرين، الوعد المنشود للموجة الثانية من انتفاضة تشرين. لم يستطع العراقيون الانتظار إلى أن يبزغ الصباح، فشقوا ليلهم بهتافات اختصرت مأساة أكثر من 16 عاما، إسقاط النظام لا شيء غير ذلك. صدمة السلطات القمعية تمثلت باستنفارها المرعوب طوال الأيام الماضية، حيث توقعت أن يكون الرصاص الذي قتل أكثر من 300 متظاهر مطلع الشهر كافيا ليرعب البقية فلا يخرجوا، وبالتالي يستمر الحال على ما هو عليه، حيث تحكم الأحزاب والميليشيات ويبني زعماؤها ثروات من مال العراق المنهوب، فيما يبقى العراقي لاهثا وراء حقوقه، وإن منح أحدها فهو يأخذه وكأنه فضل أو هبة، لا حقا شرعيا واجبا. طلع الصباح على بغداد ليس ككل صباح، فهنا حتى الحجر والشجر ينتظر الخلاص. احتضنت ساحة التحرير المتظاهرين وكأنها الأم بين أبنائها، عندما غطت هتافاتهم على أزيز الرصاص الحكومي وهدير المروحيات، وهي تراقب شبابا عزلا لا يريدون سوى وطن. بخطاب هزيل ولغة جسد تكشف ذعر الرجل، خرج عبد المهدي بخطاب يحمل وعودا جمة عسى أن تهدئ الشارع الغاضب الذي رد بالنزول قبل الموعد المحدد. إيران لم تغب عن المشهد، فكما حضرت برصاص وكلائها بداية الشهر كانت حاضرة بهتافات المتظاهرين، وهم ينددون بتدخلها في العراق ورعايتها الأحزاب والميليشيات التي يقف عناصرها الملثمون على بعد أمتار من المتظاهرين. مشهد يعيد للأذهان ذكريات انتصار إرادة الشعوب على صوت السلطة، حيث المعادلة الرابحة دائما، يستجيب القدر إن صحت الإرادة من الشعب.